سوهاج زيد خالص. هذا سوهاج بتاع دوت تبع السيسي، يحب السيسي بس بسيط، كان ليه مشاكل بطيئة. يعني حاليا ما فيش مشاكل حاليا، يعني هنا في مرة كان في واحد صاحب محل جنبينا مؤيد السيسي جدا، أيوه هجموا علينا هو كذا مرة، البنات يجي يعملوا رافعة ضربهم مرة والثانية، ومرة كانوا هيكسروا التفاح. اما اي حد ينزل تاني ممكن الجيش يرش حد هنا، بس هو يعني في المكان اللي فيه اسود موجود، فانا افضل هو ان شاء الله بامر الله تعالى كده. ان شاء الله احنا مستنين بس باب الترشيح يتفتح، وكل جماهير سوهاج كلها ان شاء الله هتعمل توكيلات عضو في الشارع العقاري ان شاء الله بامر الله تعالى كده ان شاء الله. بس مستنيها تبقى رسمي ان شاء الله لما يعلنوا عنها رسمي اللجنه بتاعت الانتخابات ان شاء الله. ما فيش حد منافس، واذا نزل حد منافس ولقيناه يعني احق من السيسي نرشح الثاني، واذا كان السيسي راح ينزل ببرنامج برضه نشوف البرنامج بتاعه، يعني زيه زي اي مرشح. لكن حاليا دلوقتي في الساحه مش لاقي حد غير السيسي اللي يقدر يعني يمسك البلد النسبه الاكبر للسيسي.